Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la date des examens normalisés. Attention, il faut faire attention. Je parle des examens normalisés, troisième année, collège. À partir de ce document, on peut dire que alors les examens غادي يكونوا امتحان الامتحان المحلي الموحد على صعيد المؤسسه غادي تنظم هذا الامتحان بالاستناد الى مقتضيات قرار وزير التربيه الوطنيه والتعليم العالي وتكوين الاطر البحث العلمي رقم 2384.6 صادر في 23 من رمضان 1427 16 اكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهاده السلك الاعدادي كما وقع تغييره وتتميمه وذلك يومي 1 و2 فبراير 2022 يعني 1 و2 فبراير 2022 ايها التلاميذ غادي يكون عندكم امتحان موحد المحلي وجدوا راسكم الحفاظه ان شاء الله وتحاولوا ما امكن تنتبهوا في القسم راه غادي يكونوا مراجعات زوينين وبيان سور تابعوا القناه ديالنا مدرسه ابطال راه غادي نديروا بزاف نتاع المراجعات باش تسهل عليكم الكيفيه ديال الاجوبه على الامتحان وعلى الاسئله اللي غادي تكون في امتحان الموحد المحلي. فروض المراقبه المستمره بالتعليم الاعدادي يجرى ما تبقى من فروض المراقبه المستمره بالتعليم الثانوي الاعدادي خلال الاسدس الاول وفقا للمذكرات الصادره في هذا الشان ويتم تصحيحها واستثمار نتائجها مع التلاميذ والتلميذات والتلاميذ وذلك في الفترات الاتيه اجراء اخر فرض المراقبه المستمره ما بين 24 و 29 يناير مسك نقاط اخر فروض المراقبه المستمره ما بين 25 و 31 يناير 2022 استصدار بيانات النقاط عبر منظومه مسار ابتداء من 4 فبراير 2022 وتوزيعها على التلاميذ والتلميذات قبل بدايه عطله منتصف السنه الدراسيه حاول ما امكن انني نقرب بسرعه حيت هذا الشيء يلا اليوم تحط حاولوا ما امكن تعاودوا هذا الفيديو بليزيغ فوا تاخذوا بعين الاعتبار هاد التواريخ كلهما وتوجدوا ريسكم ايها التلاميذ ان شاء الله الامتحان غادي تكون سهله ونتمنوا توفيق الجميع وان شاء الله غادي تكون في متناول لانه هذا الشيء اللي قرينا في الاقسام واللي راجعنا يوميا كنراجعوه كنحطوا ايضا في مدرسه ابطال هو فقط هو اللي غادي يكون ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء اللي حنايا كنراجعوا معكم دائما في القناه ديالنا مدرسه ابطال وفي القسم ديالنا طبعا وجميع الاساتذه راه كيديروا المجهودات ديالهم مشكورين عليها كيحاولوا ما امكن ينبهوا التلاميذ كيفيه مسك الورقه تاع الامتحان ونجاوبوا بواحد الهدوء ونقراو السؤال برويه قراءه متعدده طبعا وبشويه نجاوبوا واحد الخط يكون اللي هو واضح نحاولوا ما امكن نستعملوا الالوان المناسبه وما نكثرش قوه الزواق تكون الخط كيف قلنا الاجوبه واضحه بالترقيم ديالها بكل شيء ولا اعتقد شي واحد ان شاء الله غادي يسقط راه كل شيء غادي ينجح عرفتي علاش لانه خدمنا مزيان هذا العام وخدمنا بواحد الشكل اللي هو رائع والتلاميذ تاهما خدموا مزيان وانتبهوا في الاقسام ديالهم وداروا مجهودات كبيره تيتشكروا عليها والنقاط ديالهم الحمد لله زوينين نقاطنا رائعين لا بروميير اني ولا تخوزيام اني اللي عندي انا وتنظن باللي جميع الاساتذه راه بحالي ماشي غير انا كلهم الاساتذه فيهم الخير والبركه تيخدموا مزيان مع التلاميذ ديالهم وكنشكرهم شكر كبير من اعماق القلب ديالنا لان كنعرفوا الى اي مدى العمليه التعليميه والتعلميه هي صعيبه الا ما كانتش ظروف معينه ولكن الاساتذه تبارك الله جبارين في الحقيقه رغم انه ديك الظروف كي تنقولوا حنا راه ما كايناش كاين مفردات معينه خاصه انا فعلا ولكن رغم ذلك تنحطوا الصخر وتيحاولوا ما امكن يديروا شي حاجه زوينه مع تلامذهم ويحاولوا ما امكن انهم يبسطوا لهم امتحانات ويشرحوا لهم مزيان الدروس ويحطوهم على الحفاظه ولكن عندكم اي اسئله طبعا خصكم هذه الفتره فاش انكم خصكم تطرحوا الاسئله المناسبه على الاساتذه ديالكم في جميع المواد ومن هذا المنبر طبعا حنا كنشكر بزاف الاباء اللي مساكن تاهما تيتعبوا مع وليداتهم والامهات تيتبعوا تيتعبوا تاهما مع وليداتهم وتيحاولوا ما امكن يوجدوا لهم واحد الظروف مناسبه هذه هي الفتره ايتها الام ايها الاب هذه هي الفتره اللي ممكن الانسان انه يخدم مع وليداته ويوجد لهم واحد الظروف اللي هي تكون ان شاء الله مناسبه لهم يخدموا فيها بواحد الجو هادئ في القسم وعفوا في البيت طبعا في القسم حنا راه دايرين المجهودات ديالنا الحمد لله الاجواء كلها مناسبه عندنا ما كاين حتى شي حاجه اللي خارج الاطار والناس اللي كيعرفونا راه كيعرفوا ان القسم ديالنا الحمد لله تيعموا واحد الجو ديال الاحترام المتبادل بين التلاميذ وبين الاستاذ يعني الظروف عندنا
ظروف ليا هادئه بزاف الحمد لله، ما عندنا لا صداع لا حتى شي حاجه، تلامذه منضبطين وتنشكرهم بزاف من بر. راه غادي يشوفوا هذا لا فيديو، وكنشكر جميع التلاميذ، وكننصح اي تلميذ مثلا تيصدع شويه الاستاذه ديالو او الاستاذ ديالو يحاول ما امكن في هذه الفتره خصوصا. الله يجازيكم بخير، شويه تاع الاهتمام بالدروس، شويه ديال الانتباه في القسم، ولا ما خصاتنا شي حاجه نسولوا الاستاذ. هذه هي الفتره، ما نتسناوش حتى نهار الامتحان عاد نبقاو نقولوا للمراقبين راه هذا الاستاذ ما خدم احشومه، كاع الاساتذه يخدموا مزيان وكلهم خير وبركه. ونتمنى ان شاء الله ان الجميع ينجح، ونتمنى ان شاء الله ان الامتحان يكون سهل. جميع المواد كيف قلنا، هاد التواريخ كيف قلنا حاولوا تعودوهم مرارا وتكرارا، وحاولوا تشدوهم يعني نقلوهم في الكارني ديالكم، وحطوا كتيباتكم المواد كلهم رتبوهم قدامكم، كل نهار راجعوا شويه بلا ما تافولاو، يعني الانسان ما يتخلعش اكثر من القياس بداية. لا لا لا، ماشي الحفظ، الفهم اكثر من الحفظ. والتمارين حاولوا ما امكن تمارين تمارين تمارين، كلشي داكشي اللي درتو جميع المواد حاولوا تعودوه بستيلو ورقه بهدوء وبراويه، وما يكون غير خير ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ايها التلاميذ، وعرفتوا كيفاش نحترموكم، سواء اللي كنعرفوا اللي ما تنعرفوا، جميع تلاميذ العالم صراحه الله، ماشي غير التلاميذ ديالنا والمغاربه خصوصا ديالنا، لان هما اللي كيفهموا اللغه اللي كنهضروا بها الان، وتيجمعنا بهم هاد المفردات هذه اللي هي على صعيد الوطني، يعني ربما على صعيد الوطني ماشي غير حنايا، يعني امتحانات موحده محليه، ولكن على صعيد المؤسسات، ولكن راه جميع المؤسسات كلهم في نفس النهار غادي يدوزو، يعني 1 و 2 فبراير غادي يكون عرس من الاعراس، رائع. يعني ماشي امتحان راه غادي نتزيرو، لا نجيو عاديين، نجيبو كتيباتنا مسائلنا، عفوا نجيبو الادوات ديالنا كلهم داكشي اللي خاصنا، نجيبو الوريقات تاوعنا، ندخلو باداب وباحترام. الاساتذه راه كاينين هما، راه الاشاره ديالكم طبعا باش تدوزو واحد الظروف اللي هي زوينه. نتمنوا النجاح للجميع بدون استثناء، ان شاء الله تلامذتنا غادي ينجحوا هذا العام. لا اعتقد شي واحد غادي يسقط، نتمنى شي واحد تحت ما يسقط، نتمنى اننا نكونوا كنشرحوا مزيان في الفيديوهات اللي كندوزو، راه يوميا خدامين معكم، عرفتونا كيفاش يوميا خدامين معكم بكل حب وبكل احترام. يعني ما هذا الشيء، بالعكس عندنا حنا فضل فيه كبير ان التلاميذ يفهموا الدروس. تاني ما فهمتش شي حاجه كتب لنا في لي كومونتير، مرحبا باي حاجه خاصكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديال القناه ديالنا. غادي نحط هذا الفيديو طبعا في مدرسه ابطال، وغادي نحطو ايضا في اوربيت زمان، غادي نحطو في القناتين لما له من اهميه قصوى بالنسبه للاباء والتلاميذ ايضا. والى لقاء قريب ان شاء الله.